لو انت بتروح الجيم او بتفكر في بناء عضلاتك بوجه عام، او حتى لو بتفكر في انقاص الوزن، اكيد ولابد وحتما سمعت عن مكملات البروتين. ومش سمعت بس، ده انت سمعت كتير قوي، سمعت كتير قوي قوي قوي، مكملات هنا ومكملات هنا وانواع هنا ونوع هنا، وحتى النوع في انواع تانية كبيرة جدا. فانت مش عارف هل انت محتاج ده اصلا، ولو محتاجه ايه نوع المكمل بتاع البروتين اللي هيكون مناسب بالنسبة لك انت بناء على احتياجاتك انت، لان اكيد احتياجاتك انت غير احتياجات شخص تاني. من ضمن المكملات دي كلها سمعنا عن الواي بروتين والكازين، وسمعنا الواي بروتين ليه انواع وحاجات زي كده. ان شاء الله في الفيديو النهاردة جايين نكلمك عن حقيقة مكملات اللبن اللي هما الواي بروتين بانواعه والكازين بانواعه. هتعرف في الفيديو باذن الله في نهايته كده انت محتاج انهي نوع بالظبط بناء على حاجتك انت، وايه الفروقات ما بين الانواع دي والمنتجات اللي موجودة في السوق منهم. فجهز نفسك كده عشان فيديو تقيل قوي من حقائق المكملات. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي واخصائي تغذية علاجية ومدرب شخصي معتمد من امريكا. خلينا بقى ابطل دلوقتي ندردش شوية في انواع البروتين. ليه بروتين اللبن اصلا؟ يعني السؤال في الاول، لماذا بروتين اللبن؟ وهل في بروتينات تانية ولا لا؟ الحقيقة مش بروتين بس اللبن الموجود، في حاجة اسمها الايج بروتين او بروتين البيض، ده موجود وليه مكملاته على فكرة. في حاجة اسمها البيف بروتين اللي هو بروتين اللحمة. طب بروتين اللحمة ده مشتق او مستخلص من اللحمة؟ بروتين البيض مشتق او مستخلص من البيض. طب احنا ليه دايما بنسمع عن الوي والكازين او بروتينات اللبن اكتر من الحاجات التانية؟ الحقيقة لان كل بروتينات مش زي بعضها. بروتين اللبن بالذات بيتميز بان هو خفيف سهل، اكثر مبيعات جدا لان هو سهل الامتصاص. فهتلاقوا كلامنا في الفيديو بطريقة اساسية عن بروتينات اللبن. ولما بنقول بروتينات اللبن خلينا كده نسافر سفرية كده للارياف ونشوف هو اللبن ده اصلا بيطلع ازاي. اصلا بيجي عن طريق احنا بنحلب الحيوان او الكائن اللي موجود دوت، بنطلع اللبن. اللبن ده بعد كده بيخضوه، الناس اللي في الفلاحين عارفه الكلام ده، بيخضوا اللبن عشان يفصلوا اللبن نفسه او مستخلص او السيروم بتاع اللبن والجبنه. والله السيرم بتاع اللبن دوت او مصل اللبن هو ده اسمه الواي بروتين، والجبنه اللي طلعت دي هي الكازين بطريقه اساسيه. فطلع لنا نوعين كبار قوي من بروتينات اللبن، نوع اسمه الواي بروتين والكازين. دلوقتي هبدا اقول لك ايه الفرق والفروقات واوجه التشابه ما بين الواي بروتين والكازين، وبعد كده هبدا اخد لك الواي بروتين دوت لوحده واقول لك ايه انواع الواي بروتين اللي موجوده في السوق وايه الفروقات ما بينهم، وتاخد انهي واحد فيهم بناء على حاجه. يعني لو انت متحمس للفيديو ده اعطينا لايك، اعطينا لايك عنيف جميل جامد زيك يا بطل يا رهيب جدا، تثبت بيه وجودك وتحمسك للفكره دي، وقول لي انت حابب تشوف ايه تاني فيديوهات في حقائق المكملات. ويلا بينا نعرف الفرق ما بين الواي والكازين. ما دام اتكلمنا على البروتين، فوجه المقارنه الاول والاهم على الاطلاق هيكون سرعه امتصاصه. سرعه امتصاص البروتين شيء قوي ومهم جدا وبيميز ما بين البروتينات وبعضها. نبدا بالواي على سبيل المثال. الواي بروتين سريع الامتصاص جدا، مجرد ما انت اخذت سكوب بتاع البروتين ده على طول البروتين والاحماض الامينيه اللي موجوده فيه او الامينو اسيدز اللي موجوده فيه بقت في الدم عندك بسرعه كبيره جدا، بتفضل موجوده لفتره قصيره قد تصل لثلاث ساعات. ولذلك البروتين ده كويس في حاله ان انت مثلا نفترض خلصت التمرين بتاعتك فعايز تاخد بروتين سريع يوصل للعضلة بسرعة، فساعتها الواي هيكون كويس. بس المشكلة بتاعته ان هو بعد الثلاث ساعات بيبدأ يقل جامد جدا، ونسبة الاحماض الامينية اللي بتكون جاية من الواي بروتين تقريبا بتكون ايه؟ من عدم. على الناحية التانية بالنسبة للكازين، الكازين بروتين يعتبر بطيء الامتصاص نسبيا، يعني بياخد وقت اطول على ما يوصل في الدم. يعني الواي بروتين ممكن اخدته في خلال ساعة ساعة ونص مثلا بقى موجود في الدم عندك، يفضل سبايك كده بروتين، نسبة البروتين عالية قوي من الواي بروتين في الدم بتاعك، ويفضل لحد مدة الثلاث ساعات دي وشكرا على كده. انما بالنسبة للكازين لا، ممكن ياخد مدة اطول، مدة ممكن توصل لثلاث ساعات او اربع ساعات او يمكن اكتر على ما يوصل الاحماض الامينية دي تكون موجودة في الدم عندك وتفضل مستمرة بقى لفترة طويله معاك. عشان كده دايما بنقول الكازين ده كويس قوي ليك لو انت هتاخده مثلا قبل النوم، لان العضله نفسها النافذه البنائيه بتاعتها يا جماعه لازم تبقوا عارفين دوت بتكون 72 ساعه اللي هي 3 ايام تقريبا. العضله في خلال 3 ايام بعد التمرين على طول ما بتتمرنها، يعني هتخلص تمرين احسب 72 ساعه من التمرين بتاعك، بتبقى نافذتها البنائيه عاليه. يعني كل ما تاكل بروتين او تاكل الحاجات اللي بتبنيها في الفتره دي بتستفيد بيها وتستغلها. فالكازين بطيء الامتصاص نسبيا لكن بيقعد معاك فتره اطول برده نسبيا. ندخل نقطه ثانيه برده من الفروقات ما بين الاثنين، ان الواي بروتين فيه حمض اميني اسمه الليوسين. الليوسين ده احد الاحماض الامينيه المهمه جدا اللي بيسموها البي سي دبل اي، هما الليوسين والايزوليوسين والفالين، دول ثلاث احماض امينيه مهمين جدا. الواي في نسبه ليوسين اعلى شويه من الكازين. طب استفدت ايه من زياده الليوسين داخل المكمل؟ عمليه بناء العضلات او بناء بروتينات العضله او اللي بنسميها المسل بروتين سينثيس دي بتكون افضل مع الحاجات اللي فيها نسبه ليوسين اعلى. وعلى فكره الكلام ده نظريا، يعني الكلام ده ما عليهوش ابحاث تدعمه بشده قوي قوي قوي، لكن نظريا بما ان الليوسين اعلى او نسبه الليوسين اعلى
داخل المكمل، فالماسل بروتين سينثيز او عمليه بناء بروتينات العضلات بتكون اعلى، فده بيخليك نظريا تبني عضلات اعلى، ده بما يخص الواي بروتين. اما الكازين بتركيبته من الاحماض الامينيه فبيكون افضل في حته ان هو بيقلل لك عمليه هدم العضلات او الماسل بروتين بريك داون. يعني الكازين لاحظ هما الاثنين بيفيدوا العضله بس كل واحد بيفيد العضله بطريقه مختلفه. عندك مثلا حاجه زي الواي بروتين بتشتغل اكتر على الجزء في العضله الخاص بالماسل بروتين سينثيز، يعني بتزود بناء العضله، يعني ده بيخلي بناء العضلات احسن. الكازين بيخلي عمليه هدم العضلات اقل وبالتالي يخلي العضلات افضل، بس هياتي دوره هستخدم ده امتى وده امتى. الواي بروتين ده ممكن تعتبره او رايي ليك ده يكون مناسب ليك انت اكتر امتى في الظروف العاديه خالص، لو انت عايز بروتين مباشر جدا وصريح ومشهور ورهيب وكويس وكل حاجه، الواي بروتين هيكون ممتاز جدا كمكمل لو انت عايز تشتري مكمل واحد. الكازين امتى دوره يكون مهم قوي قوي قوي؟ لو انت اكلك مواعيده مش متظبطه، لو انت في صيام وعايز البروتين يفضل في جسمك لفتره طويله مش عايز يحصل هدم عضلي، فساعتها الكازين هيكون افضل. وانت البادجت حكمك، هتجيب واحد من الاثنين اتصرفت بالشكل ده. طب لو انت معاك بادجت ومعاك فلوس وعايز تدفع في المكملين، والله المكملين مكملين جدا لبعض هيكونوا ممتازين جدا. ممكن الكازين لو ما عرفتش تاخده من مكمل ممكن تعوضه من جبنه قريش، مفيش اي مشكله برضه. وده ياخدنا للنقطه اللي بعد كده، الواي بروتين نفسه. عايزين نقسمه بقى ونشوف الانواع اللي موجوده في السوق ايه هي. يعني الواي بروتين كله مش زي بعض، لا ليه انواع، ايه هم؟ اول نوع وده اللي في ايدي وهو الواي بروتين كونسنتريت، ثاني مكمل الواي بروتين ايسوليت، ثالث نوع وهو الواي بروتين هيدرولايز. ايه الفروقات ما بينهم يا جماعه؟ طب قبل ما نعرف الفروقات خلينا كده نعرف ايه اوجه الشبه ما بينهم كلهم. خلينا نقول ان احنا هنتكلم بطريقه سريعه عن مقارنه ما بين الواي كونسنتريت والواي ايسوليت، وبعدين هنتكلم على الواي هيدرولايزد لوحده لان هو في حته لوحده شويه. الواي كونسنتريت والواي ايسوليت بيشتركوا في ايه او ايه اوجه الشبه؟ اولا خليك عارف ان كلهم واي بروتين، يعني كلهم نفس مصل اللبن، بروتينات اللبن، لكن الموضوع بيكون في فرق في عمليه التصنيع شويه، بيشيلوا حاجات ويحطوا حاجات بناء على حاجتك من الحاجات ديت. يعني اولا كلهم بيحتولوا على نفس الاحماض الامينيه، الواي بروتين ده هاي بيولوجيكال فاليو، يعني في كل الاحماض الامينيه اللي انت محتاجها وبالتالي ممتاز جدا. تاني حاجه ان ليهم تقريبا نفس القدره على الامتصاص والهضم، يعني مفيش فروقات كبيره قوي ما بينهم في الهضم والامتصاص. ندخل بقى في النقطه اللي بتفرق شويه ما بين الاثنين، ان الواي ايزوليت في نسبه اعلى نسبيا من البروتين من الواي كونسنتريت. ده ياخدنا للنقطه اللي هنتكلم على تصنيع الحاجات دي كلها. الواي كونسنتريت هو الواي في طريقه بيور اكتر شويه، يعني مش مصنع كتير. الايزوليت اكنك صفيت وخدت خلاصه الواي كونسنتريت. الواي كونسنتريت مثلا 80% منه بروتين، يعني مثلا لما تاخد 100 جرام من الواي ايزوليت فانت اخدت 80 جرام منهم بروتين. طب ال 20 جرام اللي باقيين او ال 20% دول عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات، دهون ومكسبات طعم وعباره عن لاكتوز، واللاكتوز دوت هو سكر اللبن، وده اللي بيدي افضليه شويه للايسوليت. الايسوليت ما فيهوش سكر اللبن، الكونسنتريت فيه اللاكتوز اللي هو سكر اللبن. بعض الناس فيكم يا جماعه بيكون عندهم حساسيه من اللبن، او بمعنى ادق حساسيه من اللاكتوز اللي بنسميها اللاكتوز انتولرنس. لو شربت لبن او اخدت بروتين كونسنتريت من الواي يعني بتبدا تحس ان بطنك مش ظابطه، ممكن يجي لك بعض اعراض جهاز هضمي كده مش مظبوطه، ده بسبب اللاكتوز اللي موجود داخل الواي كونسنتريت. نروح للناحيه الثانيه بتاعت الواي ايسوليت، نسبه البروتين بتكون اعلى نسبيا فيها، 90% من الواي ايسوليت بتكون بروتين، يعني لو عندك 100 جرام من الواي ايسوليت 90 جرام منهم بروتين، ال 10% اللي باقيه بتكون دهون، وهنا احنا شلنا سكر اللاكتوز اللي بيعمل لك الحساسيه لو انت عندك حساسيه منه، فدي تصبح الفروق البسيطه قوي ما بين الاثنين، علما بان الواي كونسنتريت ده ارخص نسبيا في الثمن والواي ايسوليت اعلى نسبيا في الثمن. ده ياخدنا للنوع الثالث اللي احنا سبناه بعيد عنهم شويه وهو الواي هيدرولايز. ايه الواي هيدرولايز دوت؟ الواي هيدرولايز دوت عباره عن واي ايسوليت لكن مضاف اليه بعض الدايجستيف انزيمز او الانزيمات الهضمه زي البروتييزس مثلا. البروتييزس الانزيمات اللي بتكسر البروتين او بتساعد في هضم البروتين. ايه مميزات الهيدرولايز دوت؟ والله هو يعتبر اسرعهم في الامتصاص. الصراحه سرعه الامتصاص دي قدر يسير شويه، يعني بسيط قوي عنهم، بس هو اسرعهم في الامتصاص. استخدامات الواي هيدرولايز دوت بطريقه بيور، بطريقه صافيه خالص كده في اغراض طبيه. ليه؟ لان طعمه الحقيقه لوحده كهيدرو كده مش ألذ حاجه على الاطلاق. عشان كده هتلاقي دايما ان مفيش مكمل هيدرولايز لوحده ولا مكمل ايزوليت لوحده، في الغالب هتلاقي مكمل الايزوليت ميكس ما بين الايزوليت واي والهيدرولايز واي. طيب ايه الخلاصه في الموضوع؟ انا اشتري الكونسنتريت ولا الايزوليت ولا الهيدرولايز؟ لو انت ما عندكش حساسيه من اللبن، عندكش حساسيه من اللاكتوز والدنيا تمام ولسه بتبدا جديد، انا شايف الكونسنتريت يكون احسن استثمار ليك لان هو مش اغلاهم، هو ارخصهم على الاطلاق، مش الفرق ما بينهم كبير في الثمن، يعتبر ارخصهم وفعال جدا وبيديك اللي انت عايزه. طيب عندك حساسيه من اللبن او عايز واي انضف شويه او بيور اكتر شويه، عندك الايزوليت وده هيكون اختيارك الافضل بس هتدفع فيه فلوس اكتر شويه. طيب لو انت بتتكلم على حاجه بقى تهضم جدا او عندك بعض مشاكل في المعده او عندك شويه حاجات، ممكن ساعتها نتجه حاجه زي الواي هيدرولايز. وعايز اقول لك برده معظم منتجات الايزوليت والهيدرولايز بيكونوا ميكس ما بين بعض، النسبه والتناسب هي بس اللي بتفرق، تلاقي نسبه الايزوليت قد ايه، نسبه الهيدرولايز قد ايه داخل المنتج. بس كده ابطال، كده احنا عرفنا في الفيديو انت محتاج ايه ومحتاج ايه بالظبط، عرفنا الفرق ما بين الواي والك
الكازين، الواي بانواعه، وعرفنا انت حاجتك ايه بالظبط. طبعا الموضوع يختلف بناء على رياضتك، وقلنا وضعك انت صايم ولا لا، في تفاصيل اكتر بكتير. فلو انت في هذه الاثناء حابب تحجز معايا استشاره اونلاين تستشيرني بخصوص مكمل معين او حاجه خاصه بيك انت او شيء خاص بالرياضه او التغذيه او غيره، بحيث ان احنا نشوف الحاجه هتكون مناسبه ليك قد ايه، هكون سعيد ان اكون معاك عن طريق تطبيق زوم نبدا نتكلم فيها في المشكله اللي تخصك عشان نوصل لحل ان شاء الله. التفاصيل كلها هتلاقوها موجوده في الفورم الموجود في اللينك تحت في الديسكريبشن. وطبعا اكيد يا بطل ويا بطله لو عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك الجميل. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.